شو بتعرفي عن حسن؟ 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 أنا بدي أنزل أنا أسألك عن حسن؟ الحسد كرشة حدا اسمه حسن؟ هلا أنا مآمن بالحسد صراحة، كتير بآمن فيه. ليش؟ شو صار معي؟ بيحسدوني. ليش؟ لما بضحك. شو صار معي؟ لابسة كعب وماشي بالجامعة، فطلعت فيني وحدة هيك إنه قالت لي كيف فينك تمشي فيه؟ فنزلت هيك من أول درج لآخرته. ضحكتي. طب بركي أنت ما بتعرفي تمشي بالكعب؟ لا أكيد بعرف بمشي، بس عم أنا لأنه بشوف رفقات البنات بلبسوا الكعب بتلاقيهم صاروا مثل مكرسحين يعني. هلا ممكن. يعني عين ولا كرسحة؟ لا هي عين. عين. أنت بتحسدي؟ إيه أنا بحصد. ليه؟ بحصد على هيفا. ليش؟ أنا ديفا. انت بدك انت عم تحاول تصير مثل هيفا يعني؟ لا ما انا عم حاول اصير مثل هيفا، لكن احسد هيفا. احسدي هيفا؟ ايه. هلا اذا هيفا صار لها شيء بعد يومين، شو اسمي؟ اسمي يارا. يارا انت السبب. لا ما صار لها شيء هيفا. لا انا هي يعني نحن ما بدنا اياها نصير لها شيء، بدنا اياها تضل هيك. بس بحبها. معك حاسدة شيء بنت هيك انا مرتبطه مع شاب حلو؟ ايه حاسدتها. حاسدتيها؟ ايه والله. انت مو داكي لحدا مجال على هيفا والبنت الحلوه وحسدتيني الي. ما انا حلوه بس انا حاسدتها على الشاب لانه حلو. شلون شكله الشاب؟ شلون شكله؟ يعني ابيض طويل حلو هيك عيونه سود شعره اسود. طيب بتحسدي حدا؟ انا ايه والله بحسد كثير عالم اللي بياكلوا وما بيسمنوا. بياكلوا وما بيسمنوا؟ هدول كثير بحسدهم انا. ليش مثلا؟ انا بشم ريحه الاكل بسمن فورا يعني فكثير بحسدهم. هو باين ها؟ زعمك. طيب غير تبعات بياكلوا وما بيسمنوا. طبعا. طب انت ليش بتاكلي ما يعني كلي ولا تسمني عادي؟ شلون هن وين بيروحوا بالاكل مثلا؟ ما بعرف ما هن مدودين انا مو مدوده. اللي بياكل ما بسمن مدود. فيني انا اعمل حلقه عن هذا الموضوع؟ شو هو المدودين؟ لا بياكل ما بسمن مدودين. اكيد انا ما حجي اجي اسال واحد انت مدود. طيب شو مواصفات الشخص اللي بيطق بالعين؟ بيطق بالعين ها اللي شفافهم صغار خط واحد بحس الاسمان بيطقوا بالعين كمان بحس الاسمان؟ اسمان ايه بلش معه شو بتعرف عن الحسد؟ والله العالم اللي عينها كتير سخنة ما بعرف العالم اللي عينها شو؟ سخنة كتير شلون يعني سخنة؟ يعني بيطلع واحد بيحرقه يعني ما بعرف بيحرقه؟ هلا اشتريت هاي شو سوبرمان يا زلمه ولا شيء مثلا ايه ما هو هلا اذا اشتريت هاي انت مشان العين يعني مثلا ايه يعني هلا انت اذا حدا ضايقك بتقدر تعمل له هيك دغري ايه مشان العين انا بس لانه طيب شو بتعرفي عن الحسد او هيك شيء شو هو الحسد؟ هلا انا ما كثير بامن فيها لقصه الحسد بس بتركيا اذا بتروح لهنيك بتلاقيهم حاطين هدول العيون الزرق يلي او الكف يلي فيه عين يعني بتمشي بكل تركيا كل تركيا عارفين ينحسدوا يعني عندهم بيأمنوا بهذا الموضوع لا والله هن هوا هالمناصر اللي عندهم الشباب والبنات هيك الحلوين حقهم يعني انه والله لا نحن عنا احلى البنات والشباب احلى نحن عنا احلى طبعا هيك الخيره طلعت طبعا اكيد يعني شو مواصفات الشخص الحسود او هيك لهم شكل ما بعرف ايه بتحسهم سماويين هيك الشخص السماوي ايه بتحس عيونهم بتحس مالهم شفه هيك شو هي القصه كل ما حدا بقول له بيقول لي اللي ماله شفه بيكون عم يحسد دائما هيك بحطوا شو بتعرف عن الحسد يعني شو بعرف عنه؟ شو هو الحسد؟ واحد زنجيل واحد فقير بيجي بيحسد الثاني هيك الترتيب هلا مصاري يعني واحدة عندها ولد الثانية ما عندها ولد تحسدها على الولد ايه طب انت صار معك شي موقف حدا حاسده؟ انا لا والله ما بنحسد على شي الكرش حدا حاسدك شي هلا حاسدني ما بعرف بس انا بحسد ايه ايوه قرب لعندي ديروا بالكم يا شباب اخلوا لا الحسد شو بتحسد انت بحسد يلي عم يرفعونا بكليه الهندسه الزراعيه كل سنه بسنتها هذا اللي برفع انت اللي جايبه برفع هيك تحسد حدا انت ايه بلزك اسمه بس حسين قل لي ليش 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 تحسد العالم انه هو ذكي وانا مو كثير ذكي تعال شو تعال هلا اثبت لي انه انت لا انا عم لقنع دراسه مثلا بس انا 3 سنين طاقه ما طب ليش انت ما ذكي يعني مو اسمع ذكي هلا ما انه انت فت الموضوع فت موضوع الذكاء انت ايه تمام لا تتدخل شجرة الدر شو لونها؟ شو هي؟ شجرة الدر ما بعرف لون شجرة الدر يا زلمة لك ادعي شوي شجرة الدر شو لونها؟ شجرة يا زلمة شو خضرة وبني من تحت لا ولا لا انت ولا لازم تحسد مين ما كان انت اي حدا هلا هون عندها ليش هيك قال عن حاله هو؟ برأيك انت انه قال هو هداك ذكي وانا ما ادري شو عم يتمنى يطور بحاله انه هو مستوى عم يتمنى يطور بحاله شو اسمه؟ ماجي ما
ماجد هو خطر على المجتمع هلا انه يسلخ العالم عيون وكذا؟ لا بالعكس، ماجد قلبه طيب مبين على دغري انت اشعة سينية حدا تعرف. شو بيحسدني طيب؟ اسأله شو بيحسدني؟ شو بتحسده لماجد؟ على شو؟ اللي بوشه ولا شو؟ لا على ذكائه الزايد. انت على شو بتحسدني؟ شي ما انا حاسده شي حدا؟ ايه اكيد بحسد. على شو؟ مثلا اذا حدا مثلا دارس اكثر مني او سلخي عين ما عاد يتذكر، ما عاد يتذكر شو دارس، بدرس نوم بنسى نوم. لا مو لهالدرجه. شو اسمه؟ هنا. هنا قاضي العين تبعك. لا بصي مع الرموش. لا ده اصطناعي ولا عادي؟ لا اصطناعي. هلا اذا واحد هيك بنت مثلا هيك ناطعه هيك انف هالقده، بتحس هيك انه انفك اصغر منها؟ ايه صارت معي اكثر من مره. شو كبر انفك يعني؟ لا بس وقعت. شو عملتي؟ وقعت على انفي يعني. وقعت على انفك؟ ايه. لا لا دقيقه، شلون وقعت على انفك؟ هلا واحد بيوقع بحط ايده هيك، وقعت على انفك؟ لا وقعت عن جد وقعت، فاجا انفي على الدرج يعني وهيك. ايه عن جد اوقات يعني انه طيب. فعلا لما بيقولوا عين يعني بتصيب. طيب. شو صفات الشخص اللي بيضرب بالعين؟ صفاته الشكليه. العيون ما بعرف عيونه سماوي. ايوه هلا قالوا لي انا ما كنت بعرف هالشغله، بس اثنين قالوا لي قال انه اللي شفافه رقاق بيكون هذا قناص صغيره. قناص بيكون خبيث بيكون هذا شخص خبيث. ايه هلا بيقولوا كمان العيون الملونه هيك بيحكوا. العيون الملونه ايه هيك بيحكوا ما بعرف بيصيب بالعين فعلا. ايه طيب. في البنت اللي بتكون مرتبطه مع شاب كثير بشيء مثلا بقول لك مخطوبه اكثر وحده حسدوني على جمال حبيبي. ايوه ايه اذا بتفسخ هي وخطيبه حسدونا عين. ممكن انت اذا خطبتي تعملي هاي الحركه؟ لا ابدا اكيد مستحيل. انا مستحيل. شو لا هلا الحسد، الحسد هو شخص يصيبك بالعين. أيوة. هاي وحده اكيد اكيد. شو بتعرف قديشني ذكي؟ شغله ثانيه هلا انا اكثر موقف صاير معي بهذا الموضوع. شو صاير معك هلا مثلا كرفقه تكون ماشي بالطريق جايبين موبايل جديد معلم مروقين فيه ايفون كان نازل 5S سمعت الايفون 5S الله وكيلك 5S هذيك الايام كان مستعمل ولا لسه جديد يعني بهله هو بدي احسدك كمل كمل جايبينه بتعرفي ايه تسمح لي اخذ تليفون منه احكي تليفون قلت له تفضل مسكه هي شو هذا يا زلمه بصمه وما لسه ما كمل كلمته صار بالارض الجهاز كسر 200 شيخ شو اسمه رفيقك هذا محمد وش له رساله محمد صار لي بعرفك 6 سنين الله لا ليه ما تحسدني انا برافق من وقت ما شفتك ما شفت الخير طيب انت اذا بدك تحسد حدا شو بتحسده انا هلا مبدا حسد نظامي غير انه تحسد حسادات هاي الزنخه اللي شلفتها ايه هلا المبدا حسد ما بحسد تمام كل واحد انه بيكون شايف شيء حدا سياره طيب اي حدا السياره انت سببه مو اي سياره السيارة تمام شو مثلا سبورت شيء اسمه سبورت سبورت شيء اسمه رياضه اي حدا بتشوفه مو مبدا تبعي لعن امك لا شو لك يا زلمه ليك ما احلى هي ليك ما احلى هي صار في موقف اسمح لك يا لا دخت قل لي لا والله لا دخت قل لي شو صار معك هات شو طريق القصر الله لا يوفقك من هلا هيك طريق القصر طلع ام 5 نحن ماشي كان كمان محمد معي تمام قلت له يا زلمه هي اجت مزدوجه تمام قلت له يا زلمه يلعن امه على هالطلعه شلون طلعها لسه ما كملت رح اعبي من نصف الزلمه هيك ما شاء الله عليكم شو والله انت خربان بيت اقسم بالله وراحت تصيرها وكل مره بسمع عن اكثر موقف يعني بس يعني حاجه وجه رساله للي بيطقوا بالعين اللي بيطقوا بالعين يعني الله لا يوفقكم والله لا يوفقك انا ايش دخلني بقول لك صاحب السياره شو اسمه نور رنين يا نور هدول عدسات ولا عيون يعني احنا موضوعنا عن الحسد فبدي اعرف عيونك خضر وزرق ولا يعني ما بتطقي بالعين هلا اذا رحتي ما بيهر الميكروفون لا نور ولا عدسات الله وكيلك عدسات بتطق بالعين هي بتطق بالعين لا في عندنا رفيقتنا الثانية بتطق بالعين احكولي شو صاير مواقف معك شو صاير؟ شو طاقكم بالعين هي؟ هلا انا ما فيني اقول اسم شخص بس مرة كنت عاملة نبتة تقولي اسمها بس شو؟ نبتة صغيرة فرحانة بحالي كنت ابتدائي فقلت لي يا شو حلوة هالنبتة قام ثاني يوم ماتت انا قعدت ابكي ماتت رفيقتك؟ لا ماتت النبتة لا مو رفيقتي هي حدا بيقربنا ليش حسيت انه لما قلت لك انه ما تدغري متمنية انه تموت البنت لا لا كثير بحبها انا شو بتعرفي عن الحسد يعني انه الواحد يشوف شيء منيح على الشخص الثاني ويعني ما يتمنى له اياه يضل طقه عين يجيب اجله بتعرفي عن الحسد انا يعني الحسد بيلعن ابو الواحد صراحه حسد بيلعن ابو الواحد هذا اخر يعني بيضر عين ايوه شو بتعرفي عن الحسد بيأذي عن جد بيأذي في حسد يعني اكيد في حسد انت
لا 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 تلوفكوني وتقولوا لي ما بنحسد حدا. انت شو مين حاسده؟ مين هيك صارختي يعني؟ حاسده بس اوقات بشوف شيء على شخص انه مثلا ما شاء الله نجح نجاح عظيم، ايه ليش ما يصير مثله يعني؟ مو الحسد انه اتمنى انه لا ان شاء الله بيفشل وانا اللي بنجح، اما لما اكون بحبه لا هو يضل ناجح وانجح مثله انا كمان، يعني مو حسد هيك يعني. بتتمنى انك تكون منيح. طيب شي مره حاسده شي حدا؟ ايه شو السيره عندك قوي هيك ما قلتي؟ لا يعني انه مثل ما خرب لي الشغله اللي يعني حسدني فيها حسدته. طبعا شو حاسدينه؟ يا جمالي جميله جدا. انت بتعرف شو يعني الحسد؟ يعني انه الواحد يضرب اقبى العين هيك يسلخك عين يجيب طبعا. بس بقولوا العيون انزرق اكثر هيك والله شوف انا عيوني سود وبخبط بالعين عم بمزح معك. لا عم بمزح معك. طيب مثلا في حدا حاسدك؟ اكيد على شو يا زلمه؟ اكيد حاسدك على شيء مثلا على على الشيء اسمه بزقه. لا بالعكس بالعكس انا عاملها يمشي على ما انضرب بالعين لانه ابدا مو حلوه مو ظابطه. طلع الواحد سيكي قصدك حسد؟ انا ضيقت عين وحده مثلا بتحب شخص وتصيبها لانه انت كثير شخصك حبيبك حباب وهيك يعني. اذا وحده بتحب شخص انت بتروحي بتسلخي عين تجيبي له اجل ولا سير لكن ايش بدك احسن من هيك؟ تسلخي عين شكلك. لا بسم الله على عيوني ما شاء الله. خلص بقى حاجه شو اسمك؟ والله انا اسمي روعه. روعه؟ ايه روعه انت شو؟ شكلك تسلخي بالعين كثير. شو مين سالخه عين انت؟ حاسده؟ بنت خالتي. ليه؟ انا كثير هي حلوه وجوزها احلى. والله هي حلوه جوزها احلى. انت شو بدك فيهم؟ هن حلوين ولذيذين مع بعضهم. جننوا. هلا شفتك بنت خالتك شو بدها تحكي؟ بتقول برافو عليك. بتقول برافو عليك. عم تحزديها انت؟ شي مره هيك قاعده انت عم طلعي انه هيك يا ربي تطلقوا يلتعن اختل على خلي بيناتهم ولا ما جربتي شيء؟ لا مره اختي كانت معها مصاري كثير طلعت في قلت ليش هي احسن مني؟ ليش هي معها مصاري احسن مني؟ الله يعطيك العافيه. انا خايف هلا اوقف اعمل معك مقابله تيجي تسلخين عيني. عين ومحيط طاروا المصاري؟ طاروا ضاعوا. طب ما في حدا بيحسدك الي؟ ايش انا شو عندي؟ ما عندي شيء لحتى ينحسد علي. كنا معكم برنامج كمشتك حيث كمشنا اكبر عدد ممكن للعالم وسالناهم عن موضوع الحسد. شفتوا شو صار؟ اذا عم تلاقوا موادنا هيك حلوه ومهضومه اعملوا لنا لايك ولا تنسوا انه تدعموا القناه وتشوفونا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. نيو دوز. وطبعا جاوبوا عن هذا السؤال بالتعليقات.